اختتمت مؤخرا الجمعية العلمية لقسم الإدارة بكلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مشروع حياتي بدارتي، والذي انطلق الشهر الماضي سعيا نحو تأهيل الطالبات نحو الريادة القيادية أو القيادة خاصة في القطاع الخاص. رئيس الجمعية العلمية لقسم الإدارة بكلية الدراسات التجارية كانت قد أكدت أن هذا المشروع التأهيل المهني لطالبات كلية الدراسات يعد انطلاقا نحو تلبية رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه بدعم شبابنا والاستثمار فيهم الاستثمار الحقيقي، وليساهم هذا المشروع في وضع أول لبنة لنكون شركاء في دفع عجلة التنمية المستدامة. طبعا حول هذا الموضوع يسعدنا ان يكون معنا في الاستوديو رئيس الجمعيه العلميه لقسم الاداره بكليه الدراسات التجاريه في الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب، لكن بعد هذا الفيديو راح نستضيف ضيفتنا ونشوف هذا الفيديو عن مبادره حياتي بادارتي. جد بنات انا بلشت دايت. اقول اكلي بلا تفلسف. ايش رايكم اقدم على بعثه؟ شو يوديك برا؟ انت يلا شايله روحك. ما ادري اخذ بدله جديده. اصلا من ابي العرس؟ والله الحمرة تهبل. ما تحلى الطلعة إلا وقت الامتحان. شاي ولا لاتيه؟ أنت ايش عرفك بالقهوة؟ عطني سبانيش لاتيه. رأي الناس أحياناً يكون صح أو غلط، بس في النهاية أنا أتحمل النتيجة. عشان كذي قررت أفكر بكل خطوة أخطيها. حياتي بإدارتي. إذا كنا قاعدين نتكلم يمكن تحت الهواء مع ضيفتنا في الاستوديو، راح نتكلم معها أكثر عن هذا الموضوع. طبعا موضي العتمي هي رئيس الجمعية العلمية لقسم الإدارة بكلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. راح نتكلم أكثر عن هذه الفكرة التي طرحت حاليا في هذه الكلية، وطبعا قاعدين نتكلم تحت الهواء واستنتجنا من كلامكم أن هناك إقبال كبير على هذه الفكرة. إذا ممكن نوضح للسادة المشاهدين ما هي هذه الفكرة وما هي أهدافها؟ طبعا أول شيء صبح شاء الله بالخير أستاذة مها والساعة المباركة، وأنا شكرت لكم على هذه الاستضافة الطيبة، ويشرفني أن أنا أكون موجودة معكم في برنامج العالم هذا الصباح. طبعا بالنسبة حق فكرة مشروع حياتي بإدارتي، هو عبارة عن مشروع للتأهيل المهني. إحنا هني حبينا في الكلية وتوجه الكلية طبعا أنها تركز على تأهيل الطالبات مهنيا، بحيث أن يكون عندهم الكفاءة والفاعلية أنهم يعملون في سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بشكل فعال وبإنتاجية عالية. هذا طبعا الموضوع الأول. الموضوع الثاني كنا حابين أكثر أن احنا نوعي طالباتنا على القطاع الخاص والفرص الوظيفية الموجودة، وكذلك أن نشرك القطاع الخاص والمجتمع المدني. احنا طالباتنا أمانة حبينا نوعيهم أكثر وأنهم ينتبهون أكثر إلى وجودنا في عندنا مجتمع مدني، عندنا جمعيات نفع عام تهتم في قضايا معينة، نعزز عندهم مفهوم التطوع، يبدون أنهم يفهمون التطوع، يمارسون هذا التطوع ويستفيدون ويتعلمون ويبدون ينمون مهاراتهم فعلا. أكثر. يعني هذه النقطة اللي ذكرتيها جدا مهمة أستاذة موضي، لأن في عندنا يمكن ضيف كان من الهلال الأحمر السيد عبد الرحمن العون، وتكلم عن هذه النقطة منذ تعيين حضرة صاحب السمو أمير البلاد الله يحفظه قائد العمل الإنساني، هناك توجه كبير من شباب الكويت نحو العمل التطوعي. فكرتكم في تشجيع الطالبات على هذا التوجه أيضا عمل جليل، يعني نقدر نحن نقول فعلا نشكركم عليه. فعاليات والأنشطة التي تمت والتي تسعون إلى تطويرها في المستقبل ما هي؟ طبعا هو المشروع بلش في تاريخ 12 مارس إلى تاريخ 28 مارس، فكان عندنا تقريبا حوالي 9 إلى 10 فعاليات مختلفة، وكان عندنا شركاء في هذا المشروع ومن أهمهم جهة تطوعية اللي هي اسمها جمعية إنجاز الكويتية طبعاً. وطبعا عندنا برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من هذا من أبرز أمانة الجهات، كذلك من برة أهل الكويت. هذه الجهات أمانة هي اللي ساهمت في وضع بعض الخطط اللي من خلالها بدينا نحن نأهل طالباتنا تأهيل مهني. فبادرنا أمانة في وضع رحلة ميدانية إلى أحد الجهات القطاع الخاص وهو البنك الخليج، وبعدين بلشنا في إعداد ندوة من خلالها نمكن المرأة ونفهم الطالبة الشابة أو المرأة الشابة بشلون يكون عندها القدرة على التمكين. وأمانة صدفنا من خلال ندوة حوارية المهندسة منار الحشاش والسيدة إيمان العوضي، فأمانة يعني أثروا هذه الندوة واستفادوا الطالبات. كذلك كان عندنا ورش عمل أقامتها طبعا أيضا عدة جهات تطوعية وشركات أيضا ساهمت معنا، وقدموا عن شلون الطالبة تتعرف على شخصيتها، لغة الاتصال، لغة الجسد، شلون أن هي تبدي تطور من نفسها، تضع لها خطة حقيقية لحياتها وخصوصا إلى الجانب المهني أو الجانب الوظيفي. أستاذة موضي، هل في إقبال على هذه الفكرة؟ هل الطالبات عندكم
يعني تشوفين في طلب وايد على الانضمام؟ وايد ما شاء الله، يعني احنا الاقبال كل ما نعلن. طبعا احنا فتره الفعاليات كانت يعني على يوم واحد او يومين، فكنا نحتاج اعداد معينه وكان عندنا تسجيل حق الطالبات. امانه كل مره احنا نروح حق الفعاليه او نعلن عن فعاليه قبلها ترى بيوم واحد يفوق العدد اللي احنا نبيه. يعني انا اضطريت في واحده هناك رغبه شديده جدا من الطالبات. جدا يعني جميل. حتى سوينا واحده من الفعاليات اسمها مخيم الابتكار، مدتها يوم كامل، ساهموا اكثر من 100 طالبه، 120 طالبه تحديدا، وكان الاقبال 200 طالبه ما شاء الله. يعني انا ابي ترى 80 اللي اقبلوا كانوا اكثر. فكان طبعا من خلال ايضا مشاركه جمعيه انجاز الكويتيه وبنك الخليج، وقدرنا ان احنا نعلم الطالبات مهارات خاصة في اللي هي ريادة الأعمال. زين شلون أستاذة إذا نبي نقول نحن نبي نمكن الشابات من التحكم بإدارتهم ومعرفة توجههم الوظيفي، شلون ممكن نحن نعطيها؟ طبعاً بالدرجة الأولى. أي نعم. طبعاً بالدرجة الأولى لازم نعلم طالباتنا شلون هم يتعرفون على شخصياتهم، يتعرفون على وضع الخطط، يكون لهم أهداف، شلون يحققون أحلامهم. لابد أن يكون عندهم دوافع، نعلمهم شلون يحطون هذه الدوافع، شلون يشتغلون عليها، شلون يحققونها. فبالتالي وجود الدوافع والرغبات وفهم شخصيتها لذاتها وضعها لأهدافها، هذا كله راح يساعدها على أنها توصل إلى اللي هي تبيه. نعم. طبعا خاصة في الجانب المهني أو الجانب الوظيفي. طبعا أكيد، يعني هذه فعلا جميل أن الواحد يعرف شنو هو قدراته وين ممكن أنه يوظفها لخدمة المهارات الأساسية. بالضبط. شيء جدا جميل. طبعا سمعنا فهمنا أن ردة فعل الطالبات كانت جدا مشوقة. يعني أنا أحس حتى الحين لو يسمعون باقي الجهات يمكن يحاولون أن يطبقون مثل هذه الفكرة. أنا فعلا أعتبرها فكرة مشجعة جدا. ممكن نأخذ كلمة أخيرة نوجهها للسادة المشاهدين؟ طبعا أحب أن من خلال هذا البرنامج أحب أن أوجه حق الإخوة المشاهدين والأخوات أن يحفزون أبنائهم وبناتهم أنهم يبدون يطورون من مهاراتهم، يطورون من معارفهم، يبدون أنهم يشتركون في القطاع الخاص، يبدون أنهم يروحون مثلا ميداني، يشاركون مثلا في بارت تايم، يبدون أنهم يتعرفون على المشاريع التطوعية المختلفة يشاركون فيها. بالتالي هم راح يبدون يتعلمون أكثر ويكتسبون مهارات مختلفة. هذا طبعا على صعيد اللي هو الطالبات أو على صعيد خلينا نقول أبنائنا وبناتنا. كذلك من خلال الجهات والقطاع الخاص أتمنى أن يكون هناك في إشراك حقيقي للقطاع الخاص. وأمانة بادروا العديد من الجهات القطاع الخاص وكان واضح جدا أنهم يبون يشتركون ويحطون إيدهم بإيد القطاع الحكومي بحيث أنه ينمون الشباب الكويت الحبيبة. فبالتالي أتمنى أنهم يبدون يبادون أكثر بمشاريع مختلفة، أنهم يساهمون معنا أكثر سواء بكليتنا أو بالكليات الأخرى. إذا نتكلم هم قبل أن نختم معك أستاذة، نتكلم عن مشاريع التطوع عندكم شنو توجهاتها؟ يعني إذا كان في من احنا طبعا أساسا إعداد الجمعية أو تأسيس الجمعية العلمية هي تطوعي. عبارة تطوعية. فالطالبات المشتركين طبعا أعضاء الجمعية طالباتي. نعم. فطالباتي أساسا الله يعطيهم الصحة والعافية وما شاء الله عليهم عندهم إمكانيات كبيرة. معناته حابين هم حابين جدا وهم قاعد يتطوعون لخدمة زميلاتهم. جميل جدا. فهذا شيء جدا جميل، هم قاعد يتعلمون مهارة العطاء. شلون هم يبدون يعطون وبنفس الوقت يديرون وقتهم ويوازنون ما بين دراستهم وما بين عملهم في الجمعيه. يعطيكم الف عافيه. اذا كانت معنا بالاستوديو الاستاذه موضي العجمي رئيس الجمعيه العلميه لقسم الاداره بكليه الدراسات التجاريه في الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب. يعطيكم الف عافيه ويعطي الطالبات ايضا الف عافيه. والله وان شاء الله نسمع بهذا المشروع يكبر ويصل ويغطي جميع كليات الكويت. شكرا. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.